بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن ايمن، قبل ما نخش في الحالات التحكيميه ونحلل اداء طاقم التحكيم، خليني بس اطرح سؤال لحضراتكم، يمكن انتوا اكيد متابعين التحكيم في الفتره الاخيره. كابتن علاء وكابتن بلال وكابتن شريف وكابتن اسامه وحضرتك، هل اداء الحكام تغير؟ يعني اتغير او احنا شفنا فيه تغيير في اسلوب اداء الحكام، ولا الاداء هو ما زال حتى الان زي الاول؟ اتغير في بعض المواقف، خاصة في الأربع أسابيع كابتن أسامة، اللي هم الأربع أسابيع الأخيرة كابتن شريف. ده السؤال المهم جدا. يعني كابتن بلال لو عنده إجابة، أو كابتن علاء يقول لي يعني الأداء اتغير. الأداء اتغير بالنسبة لل مش كل فاول الوقت بياخد بيحسب عليه، الأخطاء نفسه والأخطاء نفسها بالزبط. مش كل خطأ يتصفر عليه، ودي نسبة أكتر في أكتر من مباراة. صح، ودي على فكرة أنا شايفني حاجة إيجابية على فكرة. تمام كابتن، ده كلام محترم جدا. كابتن بلال لو في حاجه. لا انا شفت النهارده يعني الحكم بياخد ديسيجن كده والفار ما بيجيبوش خلاص، يعني قرار، يعني بياخد القرار. بياخد القرار. يعني في كوره النهارده بنالتي، الحكم يعني خلاص ما فيش. تمام، زي ما بنشوف الدوريات الاوروبيه، ما فيش يعني ما فيش خلاص. بالزبط. انا شايف ده معناه انا شايف بالظبط. تمام، فالفار ما جابوش وما كلموش فيها، فده تمام. معناه ان طالما الحكم متاكد خلاص يبقى خلاص مفيش داعي بقى ان انت تجيبه وتقعد دقيقتين ثلاثه وتقعد يعني تطول في الوقت. يعني فدي برضو حاجه يعني اعتقد يعني تحسب للراجل الجديد. تمام كابتن ايمن، هقول لك اللي حصل ايه بالظبط. اتفضل. من اجتماعات للراجل في الفتره الاخيره، اولا هو اتكلم في خمس عناصر. اول شيء وهو قال ايه؟ ان انا رأيت ست اسابيع الاخيره كابتن اسامه، ولقيت ان وقت اللعب اللي بيتلعب الحقيقي في المباراه لا يسمح ابدا ان احنا نبقى في دوري كبير زي الدوري المصري. وقت اللعب تقريبا ما بيزيدش عن 40 دقيقه كابتن علاء، وده كتير قوي، والحكام بيبقوا سبب في تعطيل اللعب. الحكام بيبقوا احيانا سبب في ان هو بيعطل اللعب نتيجه حساب مخالفات يا كابتن، هي مش موجوده. مظبوط. قال لك كمان لما بتحتسب المخالفه ما تروحش للاعب وتقف وتحكي معاه، احسب المخالفه وخد البوزيشن بتاعك وروح في مكانك على طول عشان تقدر انك انت تستأنف اللعب. فهو النهارده ايه؟ ادى سياسه واضحه كابتن علاء، كابتن اسامه، مش كل مخالفه تصفر عليها، اسمح دايما بالاحتكاكات، خلي اللعب يتواصل، خلي الناس تبقى فيه متعه للمشاهد. الحاجه الثانيه قال ايه؟ انت كحكم استمتع بالمباراه، وده شيء مهم جدا. يعني ما تنزلش الملعب وانت محمل بالضغوط وتخطا او استمتع بادائك، اكيد هتأدي اداء كويس. الحاجة الثالثة والمهمة، قال لك الشارة الدولية. احنا عندنا طبعا سبع حكام في الميدان بيحملوا الشارة الدولية لمدة سنة. السنة الجديدة بيتم عمل اختبارات لكل الحكام، الأفضل بيخش. فقال إيه؟ بلال مثلا مع شارة دولية، أو علاء أو أسامة أو شريف، الشارة الدولية لمدة سنة فقط لا غير. هتشتغل السنة دي بشكل كويس هتبقى معاك السنة اللي جاية. مش هتشتغل بشكل كويس هنطلع حد مكانك وناخدها منك، خلي بالك. وده شيء مهم جدا جدا. هو خلق روح من المنافسه والدوافع عند الحكام كابتن علاء. صح. انت معايا؟ الحاجه الثالثه قال حاجه جميله جدا جدا. قال لك انا عاوز الدوري هنا يبقى زي الدوري الانجليزي بالظبط. يعني زي ما بنتفرج على الدوري الانجليزي، التحامات وكل الكلام دوت، اسمحوا باستمرار اللعب وانا ما عنديش مشكله. اخر حاجه وقال لك مش هسمح ابدا ان في مخالفه الحكم يصفر عليها وانت تبعد عنها 30 متر 20 متر. اللي بيعمل كده مش معايا. اذا النهارده احنا بنشوف ايه يا كابتن؟ شوف تغيير في سياسه الحكام. صح. طب ما الحكام هم كابتن شريف، القماشه هي هو الراجل لسه ما اشتغلش بشكل قوي، ولكن هو حط سياسات واضحه للحكام كابتن ايمن. ده كده ما فيش حد كان بيكلمهم قبل كده خالص. المتابعه كابتن ايمن مهمه جدا. عندما يشعر الحكم ان هناك من يتابعه بشكل صحيح وهناك سياسه الثواب والعقاب، الكل بيشتغل على نفسه كويس. وفي تقييم طبعا للحكام. التقييم يعني في اكتر من، قال لك الشاره الدوليه مش معاك طول العمر. بالظبط. هي سنه واحده بس تاخدها سنه. مظبوط. هتشتغل عليها السنه دي هتاخدها السنه اللي جايه وهكذا. اللي انا بقوله يا كابتن احمد، النهارده بشوف الحكام بدنيا النهارده بقت كويسه، بتجري زي ما قلت، بتسمحوا باستمرار اللعب، في تغيير في الشكل على الرغم ان هو حتى الان
كل اجتماعاته مع الحكام كانت اللي هي اجتماع في الاتحاد مرة أو مرتين، وبقية الاجتماع كان عن طريق الأونلاين في مع الحكام. ده اللي هنشوفه النهارده مع الحنفي، وهنشوف الحنفي النهارده اسلوب جديد جدا جدا لكابتن بلال في ادارته للمباراه. نروح لطاقم التحكيم محمد الحنفي، وكان معاه مساعد رقم واحد احمد حسام طه، البوساطي رقم اثنين احمد حمدي رابع، وكان عمرو الشناوي ومصطفى عطيه على الفار. خلينا نروح للحاله الاولى. هنا الحنفي بيوسع لنفسه عشان يدي مساحه، ودي اول اختبار للحنفي هنا. دخل 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 شاور 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 شاور، قال العب. كابتن مالك كنت انت بتتكلم فيها دي بالظبط، مفيش مخالفه. هنا لاعب نادي الاسماعيلي بيخش المهاجم وبيحاول ياخد مخالفه، وهنا شايف ان مفيش مخالفه ابدا، مفيش عرقله ابدا، وهنا السكوت سكوت نتيجه الالتحام العادل والعادي في هذه المخالفه. شوف هنا، نشوف مفيش اي مخالفه، هنا بتحط الرجل على الارض والسكوت، مفيش مخالفه. كابتن احمد بقاله هنا قرار حكم المباراه كان قرار سعيد. شوف هو يبعد قد ايه، شوف يبعد قد ايه، وشاور بايديه مفيش مخالفه ويلعب. وده كانت الحاله الاولى، لا توجد ركله جزاء لنادي الاسماعيلي في هذه الحاله. حاله بعد كده، هنا احمد حسام طه بيسمح طبقا للبروتوكول عشان خاطر ممكن يكون الراجل دوت في موقف سليم، وبالتالي ممكن يحرز هدف، وبالتالي هو يبقى قتل الهدف. هنا سمح، ثم بعد ما الكره راحت للاعب الاهلي خلاص، هنا اللاعب في موقف تسلل تماما واضحه، وبعد كده أشار بالتسلل، وكان قرار أحمد حسام كان قرار صحيح. الحالة بعد كده، نشوف هنا يوسف البساطي المساعد رقم اثنين، هنا أشار بالراية، ونشوف هل في تسلل وتسلل صحيح ولا القرار كان قرار غير صحيح. نشوف هنا، نمشي، لا نمشي، بس 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 ارجع تاني. لحظة لمس الكرة برأس لاعب نادي الإسماعيلي، هرجع بس سنة صغيرة. هنا كابتن، هنا الكره بتيجي من زميل لاعب نادي الاسماعيلي، وهنا لاعب اسماعيلي هنا في موقف تسلل، وبالتالي هنا الحاله تسلل والقرار صحيح لحكم مساعد يوسف البساطي. الحاله بعد كده، شوف الحنفي، يمكن النهارده انا بحيي الحنفي النهارده، تمركز وتحرك ومتابعه، ويمكن دي من اهم الماتشات النهارده اللي الحنفي بيلعبها. الحاله اللي جايه ايضا يوسف البساطي، استنى استنى، وبعدين ادى ركله ركنيه. السؤال هنا هل في تسلل ولا لا؟ نشوف لحظة اللمس من لاعب نادي الإسماعيلي، وهنقف نمشي كمان بس. حالة من الحالات الدقيقة جدا يا كابتن بلال، شايف إن قرار حكم مساعد كان قرار صحيح، لأن آخر لاعب نادي الأهلي هنا مغطي التسلل، رغم إن هي مش جاية بالزاوية العكسية، ولكن هنا القرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب عند يوسف البساطي. دي كلها قرارات، خلي بالك، قرارات كلها سليمه بالنسبه للحكام. هذه الحاله يمكن البعض يرى ان هناك بطاقه حمراء. خلينا نتكلم بالمعايير يا كابتن، شده المخالفه. ماشي. احنا قلنا دايما عشان نقول حمراء وصفراء لابد نتكلم بالمعيار، بالمعيار. نشوف. هنا في جزء هرجع تاني، بس قبل ما نروح هنمشي ننزل بس اقف بس خلاص. كابتن علي، هنا في جزء من كعب القدم على الأرض. خلي بالك، السؤال لو الجزء ده مش على الارض والرجل كلها راحت فوق احمر طرد احمر طرد. احمر ليه بقى الجزء على الارض؟ لما الكتلاب بتنزل بكعبك على الارض القوه بتقل. ايوه، القوه بتقل، واحنا قلنا البطاقه الحمراء لابد ان يكون فيها قوه وسرعه ومسافه، ولكن هو الراجل جه هنا والكعب نزل والمشط هو اللي داس. بنتكلم في اقصى درجات التطور، وده كان قراره انذار صحيح. ليه؟ لو الرجل دي راحت مباشره فوق شويه يا كابتن من غير ما تلمس الارض الاول كنا قلنا. بس انا هقول لك حاجه يا كابتن، ما كان ماشي. ممكن يكسر رجله برده حتى في اللعبه كابتن. بص، خلينا بنتكلم احنا في معيار احتساب المخالفه، وهل تستحق الحمراء ولا الصفراء. هنا بقول ليه مش حمراء؟ لان هنا القوه قلت. كابتن بلال، هنا القوه لما بتحط كعب رجلك وبتدوس بالمشط القوه تقل، غير لما انت بتروح مباشره في القدم من فوق. الحاله بعد كده، هنا شايفين هنا هل في مخالفه لمحمد اشرف؟ هو راجل لم هنا، والايد طبعا هنا مش باين قوي، كان في تعطيل او مش تعطيل. هي المخالفه اصلا خارج منطقه الجزاء يا كابتن بلال، بس في مخالفه يا كابتن، يعني في مخالفه. بص يعني بص يا كابتن العين، خلي بالك خلي بالك. أي. انا النهارده الايد، وده السؤال، هي عملت ايه؟
ده السؤال. عطلتني ازاي يعني؟ هل انا لما احط ايدي اشوفها بص اشرف تعال او رايح هو اشرف محمد اشرف عاد تمام لسه ده جابه بايده اهو لسه هنا اهو مسكه اهو يا كابتن ماشي ماشي انا همشي معاك بس ماشي عطله شويه ماشي. فاشرف حس ان هو ممكن ما يمسكش على فكره اشرف كان ممكن يكمل بص يا كابتن خلي بالك ما هو دوت انا بقول لك ده معيار احتساب الراجل قال ايه اسمحوا بالمخالفات يا كابتن بلال خلينا نتكلم انا هنا اشرف انا بقول له ايه اشرف كنت كملت كان كمل أيوة. كملت ورحت عشان خبرات انما اشرف هو حب ياخد المخالفه قال لك افضل يعني مزبوط. ولكن هذه الاخطاء هي دي كانت بمعيار واحد يا كابتن علاء وهنا انا شايف ان هنا كان قرار برضك ايضا استمرار اللعب كان قرار صحيح بعد كده شوف هنا الحلفي هنا بيدي المخالفه على محمد محمود كابتن اسامه طب بيدي المخالفه دي وما بيدوش ليه مخالفه محمد اشرف يعني لا ما انا هقول لك هنا ليه هنا في مخالفه نفس الايد اهي ونفس لا لا مش هي اللي هنا المخالفه مش بالايد يا كابتن مشيري بالرجل بالرجل من تحت تعال نشوف كده في زاويه هتبين هنا هل محمد محمود في عرقله ولا ما فيش نشوف هنا تعال بقى نرجع تاني بس رجل من تحت خبط من تحت القدم اليمنى لمحمد محمود مظبوط خبط هنا القدم بترك القدم اليسرى للاعب الاسماعيلي هنا مخالفه قبل اي حاجه خالص وبالتالي هنا خلي بالك اللعبه دي مهمه قوي قوي الشكل العام كلنا قلنا ركله جزاء مظبوط صح بس ما شفناها بعد كده ولكن هنا تفاصيل الحكم كانت جيده جدا جدا شنو رايك يا كابتن بص واقف هنا كابتن رؤيه ما جاء رؤيه عنده برافو يا بلال واضح جدا مفيش نمت ما هو دوت الراجل قال لهم اللي هيبقى بعيد مش هظبط انا هنا شايف ان في مخالفه هنا بالاول خالص ركل بالقدم كابتن ايمن والحكم كان قريب وكان قراره كان قرار صحيح تمام شوف هنا حسام حسن في اللعبه الاخيره وهو قال له العب 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 مفيش اي حاجه ويبعد عن اللعبه مترين ثلاثه متر بالظبط نشوف ده بص فين هو لف هنا حسام يعني حط اللعب في ظهره تمام يا كابتن بلال ولف وراح روح يا حسام صح ولكن هو حسام عمل ايه راح هو عمل الاولانيه من الاولانيه ايوه بالظبط هو خد خطوتين بص يا كابتن هنلف هو هنا يعني هنا في اعاقه ماشي تمام ايوه وبعدين كان ممكن هنا يدي المخالفه ولكن هنا برضك حسام حب ياخد الفاول ولكن بقول عايز ياخد بلانتي مش فاهم بشكل على قديمه انا عايز ياخد بلانتي على قديمه بلانتي على قديمه على قديمه ولكن طبعا انا بقول بس كابتن ايمن ان توافقت رؤيه الحكام في الفتره الاخيره وسياسات الحكام مع رؤيه كراتي الميرج ما حدش يقول لي اصل كابتن ناصر انت بتقول هو الراجل لحق ما الناس هتقول كده هو لحق يغير كده بسرعه لا هو في حاجه اسمها ايه سياسه واضحه ممكن اقول لك تعمل 1 2 3 في الملعب لياقه بدنيه تجري 9 حصان دي حاجات دي كلها مش محتاجه ان انا اقولها لك في محاضره نظريه وعمليه ولكن قلت لك سياستي ايه هي تشتغل عليها لا والراجل عنده فكره عن اللي بيحصل او عن الاخطاء اللي بتحصل هو قال لهم انا راقبت 6 اسابيع ايوه انتوا كنتوا سبب في 6 اسابيع ان كنتوا تضيعوا الوقت ايوه الحكم سواء كان بيحسب اخطاء مش موجوده زي ما قلت لك اتكلم في العناصر المهمه اللياقه البدنيه الاهتمام والتركيز جدا وقال كده اللي هيشتغل معاه بعد كده اللي هو الحكم المهتم اللي بيركز القريب البدنيه بيبقى جاهز كل هذه الامور غير كده ما انتش موجود معاه اهم شيء يا كابتن ودي اخر حاجه بقولها عندما يشعر الحكم يا كابتن شريف وانت راجل مسؤول الحكام مثلا ان كابتن شريف النهارده متابعك دايما بلال الكابتن شريف مسؤول لجنه الحكام متابعك في كل ماتش بيشوفك انت كمان بتهتم ليه؟ ما انت بتخاف على نفسك وبالتالي بتبذل كل الجهد في التحكيم. دي كانت اخر حاله عايزين نقول الفتره الاخيره كان هناك تحكيم يعني مش هقول متكامل ولكن الاسلوب اتغير والاداء اتغير يا كابتن ايمن ونتمنى طبعا نتمنى بالظبط الفتره اللي جايه استمراريه الاداء وخلي بالك من هنا احنا بنتكلم لو في خطا هنقول في خطا بالظبط لو في اشاره بنشيد بحكامنا نتمنى التوفيق للخبير الاجنبي مع طاقم المصري اللي كان هيشتغل معاه ونتمنى التوفيق للحكام في الفتره القادمه شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتك شكرا بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاسماعيلي والمؤجله من الاسبوع ال 18 للدوري العام المصري الممتاز لكره القدم والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله فتره صعبه ولكن نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق الفتره القادمه بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن شرفتنا اشكرك كابتن ايمن التوفيق ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله كابتن اسامه عرب شكرا يا كابتن شرفتنا كابتن علاء شكرا يا كابتن اشكرك يا ايمن شكرا كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شكرا كابتن كل سنه وانت طيب مره طيب يا كابتن ربنا يخليك
والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه حياه.